دكتور هذا إيهاب دخل، ممكن يشارك دكتور إيهاب؟ الآن خليه يشارك، بس ميمو عنده شيء قصير يعني عاوز يقوله على السريع على السريع. حبيت اقول انه ضبط المواضيع هذه، مواضيع العلاقات الجنسيه، يعني اذا كانت بعلم الاهل كما هو الان موجود في امريكا الان، يعني هو هذا الشيء اللي احنا ندعو له، انه يكون ما دام بعلم الاهل للتعارف ومعرفه الاخلاق، وكما ذكرت انت، انا بس اريد ان اقول هذا الامر. اما اذا فتحنا الباب يعني على مصراعيه صدقا في العالم العربي، التعديات تكثر اكثر مما تكون مصداقيه العلاقه، يعني تكون يعني التعدي يعني عباره عن فقط انه والله انا جدت كما يقال فرخه سهله، كما يقال باللغه المصريه يسمون المراه فرخه يعني دجاجه، عرفت كيف؟ يعني يكون الموضوع سهل لديهم، يعني يقول لك هذه فرصه نستغل بما ان انفتحت المامور، انت تدعون لهذا الامر. لا لا، انا اقول الضبط بمعرفه الاهل وتكون العلاقات جميله جدا، نهايتها الزواج او عدم الزواج اذا كان يعني ما كان في توافق ما في شيء، لكن المشكله ان الناس تضبطها كلها بموضوع الشرف ويبدا القتل، يعني ما في مجال. يعني حتى لما يقعدون الاهل في مجال انه والله بين اثنين زوجين انه حيتزوجوا في نيه زواج، تكون عمليه التقييد جالسين معهم 24 ساعه طالعون بعيونهم، طب خلوهم مجال، اعطوهم مجال، طب في احراج، في مش قادرين يعني ياخذوا راحتهم كلمه كلمتين، لا يسجلوا لهم كاميرات وعيونهم هيك مفتوحه عليهم. هذا الامر اللي يحصل، يعني دير بالك لا يصير فيك شيء، يعني لو صار شيء شو راح تخرب الدنيا؟ هو الثقه، هو احنا موضوع ثقه. احسنت، مع اخواتنا يعني انا اتذكر انا نعم. كنت عمري تقريبا 18 او 19 سنه، اختي قالت لي في واحد ملاحقني يعني، ف اسف اذا جاوبت على حق غيري، اسف. لا لا ولا اسف اذا جاوبت على حق غيري، خصوصا لين يعني حقها اولى مني، بس انا هيك سريع يعني راح نرجع لها يعني. انا بنت البنت بنت اجهر ويعني نمن عليها شوي. كانت اختي تجي قالت لي فلان، يعني صعب بمجتمعنا واحد يكون صريح، انا اعرف اختي لانه قالت لي واحد ملاحقني كل ما اروح المدرسه واطلع من المدرسه، فانا قلت لها بس انا راح اكون بباب المدرسه بس قولي لي مين هو وريني اياه، ورتني اياه، رحت عليه طلع صديقي، هو مش عارف انه هاي اختي. قلت له انت عارف هذا اللي انت لاحق لك صار لك فتره مين؟ قال لي قلت له هاي اختي. خجل عرق قدامي وانا ما اعرف وما كنت. قلت له مو مشكله انت ما كنت تعرف، وانت يعني هالشيء هي مو راضي اصلا تشوفك وانت ملاحقها، انا اتكلم معك لانه عارفك وعارف عائلتك، لكن مره واحده بس اشوفك وراها بعد ما تلوم الا نفسك. من بعدها ما سمعت نهائي انه قرب من باب المدرسه نهائيا، وهذا الشيء اشوفه شيء جيد. يمكن هي ما كانت تعرف تتصرف اذا مو هي وثقت فيها انا مو دونا عن بقيه الاخوه، يمكن عرفت راح اتصرف بحكمه في هذا الموضوع، يمكن كانت مش عارفه شو راح تعمل، وممكن مو من فراغ اسمك حكمت يمكن كانت تصير نتائجها اسوء لو انا ما متدخل مثلا. على كل حال دكتور إيهاب انا سعيد جدا انك رجعت مره واحده، مره ثانيه احب اسمع رايك في موضوع حلقه اليوم، تفضل حبيبي دكتور إيهاب. مساء الخير يا ابو الحكم حبيبي، اهلا اهلا، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل الاصدقاء والصديقين. بقالك زمان هيك الموضوع جميل الحقيقه. ده كتير. هو الحقيقة الموضوع بتاع الشرف، يعني أنا يعني هلتقط الخيط من أخي العزيز اللي كان بيتكلم من شوية عن القتل، عملية القتل ديت. يعني هو أي حد عايز يعتبر أنه شرفه يعني يتمركز في الأعضاء التناسلية للإناث الموجودة في عائلته، دي مسألة هو وشأنه، هو حر، يعني عايز يعني يحصر كونه إنسان شريف أو غير شريف في ممارسة إناث عائلته للجنس، أوكي، يعني it's up to him، دي حاجة ترجع له هو. إحنا اللي يهمنا دلوقتي ما يترتب على ذلك من جرائم، زي ما تفضل أخونا العزيز وقال إن بيحصل قتل في المسألة دي بسبب اللي إحنا بنسميها جرائم الشرف، والحقيقة إن الموضوع ده هو ظاهرة لا توجد الحقيقة إلا في المجتمعات المتخلفة وأؤكد اللي هي بتقتل الناس علشان مارسوا الجنس، ودي حاجة الحقيقة مضحكة ومحزنة في الوقت نفسه. يعني أنا عايز أتكلم في إطار العذرية، العذرية
واللي هي بتبقى السبب الأساسي يعني فقدان هذه العذرية، هو السبب الأساسي في فقدان حياة بنات كتير جدا للأسف الشديد، واحنا بنشوف الكلام ده في مجتمعاتنا. والأطباء الزملاء اللي بيشتغلوا في بلادنا العربية بيشوفوا الكلام ده في عياداتهم الخارجية كل يوم، بنلاقي فيه مثلا ممكن تلاقي أب وأم داخلين ببنتهم، وبنتهم ديت ممكن تكون طفلة عندها 15 سنة أو 16 سنة، تسأل الدكتور وتقول له يعني، أو أبوها يطلب من الدكتور يقول له إحنا عايزين نعرف البنت دي عذراء ولا لأ. طبعا دي بتبقى زيارة تقيلة جدا على الدكتور الحقيقة، لأنه بيبقى ما بين نارين، لأنه عارف إنه أحد الاحتمالات إن البنت دي تكون مش عذراء، ولو كانت مش عذراء هو أيضا يعلم إنه أحد الاحتمالات إن البنت دي هتفقد حياتها، ممكن تتقتل. والكلام ده احنا بنشوفه بشكل يومي في مجتمعاتنا المنكوبة بالدين. للأسف الشديد ان مفهوم العذرية اللي هو ارتبط بغشاء البكرة، انا كنت كتبت بعض الافكار الحقيقة عن موضوع غشاء البكرة والعذرية، انا حابب ان انا اشاركها مع الاصدقاء. يعني من وجهة نظر طبية علمية بحتة، انه الاعتقاد انه في ان العذرية دي حالة مقصودة، ان ربنا خلق البنت بغشاء اسمه غشاء البكارة علشان يميز البنت اللي مارست الجنس من البنت اللي ما مارستش الجنس. ده اعتقاد سائد ما بين كل الناس تقريبا، وأصله هو اعتقاد ديني، انه ربنا هو اللي عمل كده بغرض مسبق علشان يميز البنت دي. يعني زي ما يكون كده ربنا عطى إشارة للرجالة، قال لهم بصوا انا هحط لكم حاجة في البنات تعرفوا بيها البنت دي مارست الجنس ولا لا. هم بيعتقدوا ذلك. المصيبة بقى، الكارثة اللي ممكن الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي ده يكون صادم لناس كتير جدا الحقيقة، لأن في ناس كتير ما تعرفوش، هل بالفعل العذرية مرتبطة بغشاء البكارة؟ يعني هل وجود غشاء البكارة ده دليل قاطع على إن البنت اللي موجود فيها غشاء البكارة دي ما مارستش الجنس قبل كده؟ الحقيقة إن الإجابة لا. طيب هل عدم وجود غشاء البكارة دليل قاطع على إن البنت دي مارست الجنس؟ برضو الإجابة لا. في أسباب كتير جدا ممكن تخلي غشاء البكارة موجود بالرغم من ممارسة البنت للجنس. في أنواع معينة من غشاء البكارة لا يفض هذا الغشاء بعد ممارسة الجنس مرة واثنين وثلاثة وأكتر، بيفضل الغشاء زي ما هو وبتفضل كده لغاية لما تتجوز، وبعد كده بتحتاج لعملية جراحية بسيطة يتم فض هذا الغشاء بمشرط الطبيب وليس عن طريق الجنس. فمعنى ذلك ان في انواع معينه من غشاء البكاره قد تكون موجوده في البنت رغم انها مارست الجنس قبل كده مرات عديده، والعكس موجود. عدم وجود غشاء البكاره ليس دليلا قاطعا على ان البنت دي مارست الجنس. ممكن جدا تفقد غشاء البكاره لاسباب تانية خالص غير انها مارست الجنس، ان هي بتركب عجل كتير، بتركب خيل، بتلعب رياضه، بتلعب جيمنيزيوم، في مليون سبب وسبب يخلي غشاء البكارة يفقد أو يفض غير ممارسة الجنس. فمعنى ذلك أنه لا وجوده دليل على العذرية وعدم ممارسة الجنس من قبل، ولا عدم وجوده دليل على عدم ممارسة الجنس على ممارسة الجنس من قبل. فمعنى ذلك أن الدعوة اللي بيقولها الناس أن ربنا حط هذا الغشاء علشان يقول للرجالة البنت دي مارست الجنس ولا لا، الحقيقة إن لا علاقة إطلاقا بين غشاء البكارة والعذرية. بالإضافة إلى ذلك، في الحقيقة معلومة يمكن ناس كتير جدا ما تعرفهاش، إن غشاء البكارة ده مش موجود في الإنسان بس، في كائنات أخرى الأنثى موجود فيها هذا الغشاء، من ضمنها الفيل، صدق أو لا تصدق، الفيل أنثى الفيل عندها غشاء بكارة، ولكن غشاء البكارة في بعض الكائنات الأخرى لا يتم فضه بممارسة الجنس، أحياناً ممكن يتم فضه بالولادة الأولى مثلاً، وبيكون موجود في مناطق تشريحية قد تكون مختلفة عن المنطقة التشريحية اللي موجودة في الإنسان. وفي هذا السياق أنا حابب أقول حاجة مهمة، فهو غشاء البكارة اللي موجود في البنت ده إيه لازمته بقى طالما هو مش من عند ربنا؟ طالما ربنا مش حطه علشان يميز البنت دي يعني عذراء ولا لأ؟ الواقع ان الابحاث الجديده والحديثه اللي بتتم في هذا المجال توصلوا الى ان غشاء البكاره ده ما هو الا عباره عن بقايا تطوريه لا وظيفه له على الاطلاق. في بعض الناس بتديله وظيفه ان هو بيحمي العذراء من الالتهابات المهبليه، لانه الالتهابات المهبليه بتزيد قوي قبل سن البلوغ
وبعد سن اليأس. وبالتالي قبل سن البلوغ البنت بتكون معرضة للالتهابات المهبلية، ففي ناس بتقول إنه هذا الغشاء من وظائفه إنه بيحمي البنت من الالتهابات المهبلية، لكن الحقيقة إنه ما فيش أدلة كافية على هذا الأمر، لأنه ما زال حتى بالرغم من وجود هذا الغشاء هناك فتيات كثيرات جدا بيصابنا بالالتهابات المهبلية في فترة ما قبل البلوغ، لأن طبعا بعد البلوغ بيكون في تغيرات هرمونية بتحمي شوية من الالتهابات اللي من النوع ده. الحقيقة أنه المخلفات التطورية دي أثناء التكوين الجنيني، القناة البولية التناسلية دي من أكتر المناطق اللي بتكون معرضة للأخطاء والعيوب اللي بيسموها عيوب خلقية أثناء تكوين الجنين. ويعني هو زي ما قلت عبارة عن عضو موجود في تشريحيا وبيولوجيا موجود في الجهاز التناسلي للأنثى، ولكن لم نقف الحقيقة على أي وظيفة له على الإطلاق باستثناء الوظيفة اللي أنا لسه قايلها من شوية. فهو بالتالي شأنه في ذلك شأن مثلا حلمة الصدر عند الرجالة، حلمة الصدر دي ملهاش أي وظيفة، هي موجودة عند الرجالة بلا وظيفة، الرجالة ما بترضعش. وكذلك ضرس العقل، وفي عضلات كثيرة موجودة في الجسم لا وظيفة لها، زي ضرس العقل بالضرورة 90% من اللي يطلع لهم ضرس العقل أسنانهم تخرب. بالضبط كده، فعلا ده حقيقي. وحتى اللي بيطلع لهم ما هم بيشلوه وما بيحصلش حاجة، لو هو له وظيفة ما يتشلش كده. كمان في عضلات كتير زي ما بقول لحضرتك، في عضله اللي هي بالمارس لونجس والبيراميداليس، العضله اللي بيسموها الراحيه الطويله البالمارس لونجس تقريبا، والبيراميداليس دي اللي هي بيسموها العضله الهرميه، وفي عضلات الودن اللي هي ضمرت في الانسان، وفي اللي هو الجفن الثالث، في عندنا اللي هي المخلفات التطوريه ديت موجوده في جسم الانسان بسبب التطور ولا وظيفه لها، ما لهاش اي وظيفه. فإحنا نقدر باطمئنان نحط الحقيقة غشاء البكارة في هذا التصنيف، لأن إحنا لا بنوقف الحقيقة على أي وظيفة له باستثناء اللي أنا لسه قايلها من شوية، اللي هو بيحمي من الالتهابات المهبلية قبل البلوغ وبعد سن اليأس. طبعا يعني الالتهابات دي بتنتشر انتشار واسع جدا بسبب الاضطرابات الهرمونية اللي بتحصل. يعني وعايز اقول حاجه هنا، انه ان في ناس تقول لك طب هو يعني ليه التطور خلى حاجه زي كده طالما هي ملهاش لازمه يعني او ملهاش. الحقيقه انه المقياس في التطور مش الفايده اللي بيقدمها العضو لجسم الانسان، الاهم انه ما يكونش فيه ضرر منه، هو ده الاهم. مش مهم يكون له فايده، الاهم انه ما يكونش له ضرر. يعني على سبيل المثال، لو مثلا اب وام الاثنين مثلا عندهم في ايدهم 6 صوابع، سي انه الاب والام دول عندهم عيب مشكله ان عندهم 6 صوابع في الايد الواحده، الصفه الوراثيه ديت مفيش مشكله ان هم يورثوها لابنهم، مش هيجرى حاجه، يعني مش هتكون مضره لبقائه، مع ان هي مش مفيده في شيء. يعني الصبع السادس ده ملوش اي لازمه خالص، زيه زي الحاجات اللي احنا لسه قايلين عليها من شويه. وبالتالي بس علشان ما نلخبطش الناس بأمور يعني قد تكون فنية أو أكاديمية زيادة عن اللزوم، اللي أنا عايز أوصله في النهاية إن الاعتقاد بأن الشرف مرتبط بعذرية الفتاة الحقيقة اعتقاد لازم الناس تراجع نفسها فيه، واعتقاد الناس إن العذرية مرتبطة بغشاء البكارة برضو اعتقاد لازم الناس تراجع نفسها فيه، لأن العلم ما بيقولناش الكلام ده والطب ما بيقولناش الكلام ده. وحتى على فكرة مسألة النزيف والدم اللي بيحصل والناس بتحتفل به في ليلة الدخلة ليس مقياسا أصلا على فض غشاء البكارة أو عدمه. يعني في ليلة الدخلة اللي احنا بنشوفه في المجتمعات المتخلفة اللي الناس بتحتفل، ده ممكن جدا يحصل النزيف ده 30,000,000 سبب تاني غير فض غشاء البكارة، احتكاكات معينة بتحصل في المهبل في جدار المهبل ويفضل غشاء البكارة زي ما هو من غير ما يفض، ويضطر بعد كده يروحوا بعد كده للدكتور علشان يفض بنفسه. والحقيقة أنا بسمع الكلام ده من زمايلي اللي بيشتغلوا في بلادنا، بيجيلهم الحالات ديت وبتبقى الحقيقة حالات تقيلة جدا زي ما قلت، وبتبقى يعني لأن هو بيبقى بين نارين. أحيانا جدا بيجي، أحيانا كتير جدا بتيجي مثلا بنت ما حصلش نسيب في ليلة الدخلة، فطبعا دي مصيبة، دي كارثة في حد ذاتها، لانه كده زي ما قلت ده يعني احتمال وارد ان البنت دي تقتل طفلة حياتها بسبب جريمة شرف. فطبعا الدكتور بيحتار،
لما بيكشف على البنت وبيلاقي انه هي غشاء البكره بتاعها لم يتم فضه بسبب ممارسه الجنس زي ما قلت من شويه، ان في انواع معينه لا تفض بممارسه الجنس من اول مره، بيقول لهم والله يا جماعه البنت يعني الغشاء يعني لم يتم فضه بشكل كامل، ولكن احنا هنحتاج بس تدخل جراحي بسيط، الغشاء موجود وكل حاجه ودي عذراء وبنتكم زي الفل والكلام ده اللي هو بيتقال ده، واحنا بس هنتدخل تدخل بسيط كده علشان نفضه بشكل كامل. ففي يعني تحيلات بتحصل الحقيقه انا بسمعها من الزملاء اللي بيشتغلوا في بلادنا المنكوب بهذا الامر، ولو يعني في النهايه المساله كلها عباره عن اعتقادات اصلها للاسف الشديد ديني، وبتخلي الناس تفقد حياتها زي ما تفضل اخونا، وهي ده دي الحاجه الحقيقه اللي تهمنا، انه ما حدش يفقد حياته بسبب اي شيء في الدنيا. ليه تقتل بنت عندها 15 16 سنه علشان خاطر مارسة الجنس او لم تمارسه؟ في بنات بتقتل وهم مظلومين ما حصلش حاجه، يعني ان يعني ممكن تكون يعني اي واحد وحده دكتور من اقارب في في من كل اللي انا قلته من شويه ده. واحده من قريباتنا اقول لك، واحده من قريباتنا بعيد شافها بالسطح، هي تشر الهدوم وشاب عنده طيور، فاعتقد انه عاملين علاقه، فراح ذبح البنت وراحوا فحصوها اللي هو عذراء. طبعا هو الندم اشد الندم، بس حكم عليه فقط 3 سنين. ليش؟ لانه طلعت عذراء. يعني لو مو كانت عذراء كان حكم فقط 6 شهور. يا سلام. ما جرائم الشرف طبعا ما دي جريمه الشرف، ممكن ما ياخدش فيها يوم اصلا سجن يعني. طبعا ده تخلف الحقيقه لازم يراجع، ولازم الناس اللي بتنادي بالدوله العلمانيه وبفصل الدين الدوله طريقه في سن مثل هذه التشريعات تروح ببلاش، يعني تخلي البنات دول يفقدوا حياتهم ببلاش حرفيا يعني. فانا مش عايز اطول، يعني انا مستمتع مع يا بنت دكتور ياب. فاكر تكلمني على نقطه الحلقه، نعمل حلقه عن اطوار الجنين؟ انت تكون جاهز؟ انا عموما انا رجعت من السفر، انا قلت لك انه انا كنت مسافر وانا دلوقتي موجود ومتاح في اي ايام سبت او حد زي ما اتفقنا قبل كده. هنتواصل بالفيسبوك ونحدد مع بعض. ماشي انا هكتب لك ونعمل الحلقه، نتمنى الحلقه ترى النور. يعني اشكرك دكتور اياب على عظيم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شو تضيف؟